فكره الناحيه البدنيه. طبعا يعني اعتقد انه السنه دي في احساس انه في طفره على المستوى البدني كنا بنعاني منها في الثلاث مواسم الاخير. ده دي حاجه او نقطه تحسب برضو للجهاز الفني ناحيه الجزئيه الخاصه بالاحمال. اعتقد مع رغم انه الاهلي اكثر الانديه اللي لعبت مباريات، عدد ماتشات الاهلي مقارنه بكل الانديه المصريه السيزون ده في فرق كبير جدا، مش بس على مستوى الكم لكن على مستوى الكيف كمان. حتى الماتشات الزياده دي اللي احنا لعبناها زياده عن بقيه الانديه كانت على سكيل احترافي على مستوى عالي جدا، مواجهات من العيار الثقيل يعني. ورغم كده لعيبه الاهلي يمكن ما زالت واقفه على رجلها، ما تحسش ان الفرقه في اصابات، ما تحسش انه في تراجع للمستوى البدني، رغم انك انت يعني بشكرك. انا يعني مش ناسي ده، ولكن يمكن اثناء الحوار اندريس اندويا طبعا فرق بشكل كبير جدا مخطط احمال النادي الاهلي الفترات الاخيره، وقلنا قد ايه النادي الاهلي في فتره من الفترات او في فترات طويله كان بيعاني احيانا من الاصابات الكتيره، خاصه الاصابات العضليه، في ظل انك تلاحم مواسم ومباريات كتير كان في اصابات عضليه كتيره جدا. النهارده الاصابات الحمد لله بشكل كبير، ويا رب يدومها نعمه على لعيبتنا، ما فيش اصابات الحمد لله بشكل كبير. النواحي البدنيه الحمد لله وصلنا لتقريبا 8.5 من 10، وده معدل هايل جدا جدا جدا. فكل الشكر حال اندرس اندويا في النواحي البدنيه مخطط الاحمال للنادي الاهلي. وجزء كمان من الناحيه البدنيه دي هي فكره، ولو اني بشوف حتى ان بالنسبه للجماهير بقت حاله حيره يعني. فكره انه التدوير، انت كل مباراه بتلاقي مستر كولر بيفاجئك باثنين ثلاث اسماء انت ما كنتش تتوقع مختلفين موجودين في التشكيل الاساسي، ومع ذلك الراجل بيدفع بيهم وبتلاقي كله على نفس المستوى. ففكره التدوير اللي بتحصل يعني اذا سمحت لي كنت بسمعها كده مجرد شعار، لكن تدوير فعلي ولاعيب قاعد بره على البنش نفس مستوى اللعيب اللي جوه، مش ما حسيتش بيها. ممكن كانت بتحصل طبعا صحيح، بس ما حسيتش بنفس الفعاليه او نفس التاثير بتاعها زي ما شفتها برده مع مستر كولر. صحيح. وخد مثل لده كهربا. موسم كامل او سنه كامله كهربا بعيد تماما عن المشاركه بشكل اساسي او في المباريات بشكل رسمي يعني مع النادي الاهلي. الحمد لله عودته بالشكل هداف دوري الابطال، هداف دوري الابطال وبالشكل البدني ده الرائع ده، عمليه الريكفري وعمليه الاستشفاء الحقيقه يعني اداء رائع جدا جدا لمخطط الاحمال في النادي الاهلي، ولازم نشيد بيه وليه دور كبير جدا. انا شايف ان دوره مع مستر كولر الجهاز الفني يعني لا يقل ابدا ابدا عن 50% من اداء لاعبتنا، وحقيقة كل الشكر ليه، لانه ولو استمرينا بالشكل ده في ضغط المباريات الفتره اللي جايه ان شاء الله، اكيد ان شاء الله النادي الاهلي ان شاء الله يقدر يحصل على السبعيه اللي اتفقنا عليها ان شاء الله يا احمد باذن الله.